بس بس شو بدك؟ لا تضحك شو بدك؟ عم تضحك نظراتك فيها هيك اللي شو بدك؟ شو بدك؟ بس بدي اخذه بعدين ناخذ الفلوس نون؟ ايه لازم بعد شقفه ما بصير روح انا كنت هيك ما هيك خدك اللي حفظانه اخذك لحالي صح ايوه هلا عرفت ليش ما بدك تروح لانه انت سارق هذا الموبايل خوفان من امك وابوك يشوفوك كذا كذا شو بدي اقول هيدا انه عايش على التراب تعيش لي وادي بالك وادي بالك هذا وادي بالك هذا الموبايل جاب اياه بابا مشان احكي معه لما اكون عند ماما ما هيك وادي البالغ انا مالي حرامي وادي البالغ انا مالي بتخاف تروح لعندهم ما هيك وادي البالغ انا مالي حرامي هذا الموبايل جاب لي يا جاب لي يا بابا مشان احكي معه لما اكون عند ماما يلا ما هيك وادي البالغ هذا الطريق انا مالي حرامي وادي البالغ انا مالي حرامي يلا ما هيك وادي البالغ انا مالي حرامي هذا البوابه كملوا مالش لو غلطت لانه انا اخذها بس انا مشان بين سوا هي ابو رعد الغالي قرب يخلصوا مشاهده مع الاستاذ سمير والاستاذ ابو يزن والسيناريست العبقري حسام الحلبي يعطيك الف عافيه اهلا وسهلا يلا تفضلوا نكمل جوا يلا تفضل 4 3 يلا 5 4 فلتوا لي هو ضبكني بس دقيقه ناخذ نحن على الربيت بسرعه خذ زوم خذ زوم علي 5 4 3 2 عمو ليش ضربتنيش ولا حرف اسكت عمو ليش ضربتنيش اسكت اتركني صرخ 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 ما بي هو ما بي فوت بابا شو عاش علي طيب ليش عم تربطني بس ربطك بس اول مره اول مره بعد عني هيك اول مره شوف تقول له هيك عمو ليش بدك تربطني ولك خلاص ولك اتركني اسكت اللي عمو فورا يلا عمو اتركني اتركني هس ولا حرف ما بسمع صوتك ابدا هس ليش عم تضربني انا هسه عملت لك ايدا بابا انا ما بقدر امسحهم لانه ايدي مربطين هلا بدي اعزلنا بلاوي يلا خذني حسن بابا وجهك هيك ايوه هات موبايلك هات لهون لو كاميرا عليك ها كاميرا عليك لا 5 زوم علي من هون انا اخذ عليه تاخذ تقول له عمو والله ما بشوف هلا بتقول لي عمو زكي عيوني مغبشين امسح لي دموعي هيك هذا المشهد حبه انا ما بعرف لي امسح لي دموعي انا ما فيني امسح لانه ايدي مربطين ماشي عيد يلا والله ضحك وما بوسك يلا بحزن وخوف انه يدوي مربطين لا تضحك عم تضحك من انه يلا طيب لا تطلع عليه تطلع طلع لك انا مش بدي اطلع فيه جباري لا هو قصدي ما يطلع عليك لا ما بيصير طلع علي يلا لا اخذي كاميرا هي انه يدوي مربطين عيد بابا لاني انا كنت عم بحكي وقت الوقت يلا 1 2 3 لأنه ايدي مربطين خذهم على ايدي تمام دخلت تمام قرب خليك عم تتشهش انت طلع عليه بحزن بابا سيك افتحه افتح لي اياه يلا ما يونا عم يغبسه عم يمزح لي دموعي ما بس انا عشان لانه ايدي مربطين
شيء قبل التسليم بيوم قد تحكي معه فيديو، فهمت؟ بيكون انا صورت قلت له جبت لك لبس جديد هذا وسخته حاجته، فبيحكوا بعدين اللبس الابيض والتسليم. هو يعني فعليا ضل مشهد قوي بس. لحالك؟ لا معي، بس التركيز ده يكون علي، هو لو اتاخد شقفة لو كذا، بس التركيز ده يكون هي لقطي لانه مشهدي. فهمت علي؟ طيب خلي واحد يركز عليك، واحد على ابراهيم. ادخل زوم شوي، ادخل بعدين ارجع. بالوقت اللي فيه ناس مثل حكايتي مستعده تبيع اللي فوق واللي تحتها حتى تحصل على ضفر ولد مثلك، وما لقيته. فهمت؟ ارتجلتها على فكره. حلو. بدي عيد يلا، بس قلت ما أدري هنعمل. قلت لي عمو بدي عيش عندك، أنا بدي عيش عندك. هي البوسة برات الفيلم. يلا ماشي، يلا خذ له لحاله. فهمت عمو؟ خذ موبايلك. ليش ما أكل؟ ما أكلت بدي أموت وأرتاح. رضا اوعك تفكر انه انا خطفتك، انا عملت هيك لسببين. هل بتعرف ليش؟ رح اقول لك ليش. السبب الاول حتى تعرف انك غلطت غلطة كبيرة لما رضيت تجي معي وانت ما بتعرفني ولا بتعرف عني شيء. اكبر غلط بالدنيا انه ولد بعمرك يرضى يروح مع رجال كبير بعمره ما شافه ولا بيعرف عنه شيء. فهمت؟ والسبب الثاني حبيت عاقب امك وابوك على اهمالهم الك، حبيت فيقهم وصحيهم وحسسهم انه فرطوا بنعمه كبيره بعث لهم اياها رب العالمين وما عرفوا يصونوها. بالوقت اللي في ناس مثل حكايتي محرومه من الضنا مستعده تبيع اللي فوق او اللي تحت حتى تحصل على ضفر ولد مثلك، ومو ملاقيته. لا والله يا رضا ما عندي. مو متجوز؟ كنت متجوز بس طلقت. مرحبا. لا ليش دقيت هالثانية؟ أنا ليه؟ خمسة، علي إنارة شوي. يلا أنا صبرت. أيوة تمام تمام. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. خلصت رضا؟ يلا عمو زايد. يلا بسرعة حبيبي يلا. لازم أقول ألو. حبيت ألو، حبيت ذكرك بس جزء المصاري ولا لسه؟ إيه وإيش له هيك؟ بس حبيت ذكرك. بابا جهزته ولا لسه؟ هاي مضى خمس. برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك يا شاطر. جل من لا ينسى. ريحتي عطر ولا عرق؟ أماني أماني، قول للمشاهدين ريحتي عطر ولا عرق؟ عطر. برافو منيح. أنا أكل هم بركي عرقان أنا، أنا لأنه ليبل. نشوف موعدنا الساعة 4 العصر، وقبل الموعد بساعة بحدد لك المكان اللي بدنا نشوف حالنا. شوف بعض. شكيت أمري إلى الله. سمير سمير يا سمير بس أذكرك اللي بدنا نشوف حالنا. رجاء من هون. طلع من هون. طلع حواليك. هيك هيك شوي. هيك شوي. روح هيك. روح روح روح. روح. إيه يلا مشي هيك. ساوي تعبان هيك. طلع مثلي. طلع. ماشي هيك ضل تشيلهم. يلا
يلا. قول هلا يلا روح رق عيد يلا عيد. من عندك من عندك ما ضل وقت في مشهد راح الشمس من هون. يلا بسرعة مشي يلا تعبان يلا مشي بلا هيد الهيعة بتضحكك مشي كمل يلا قرب انت كمان. ايوه انا جاي من ورا احسن. تمام هات هو بس يطلع الخبز 5 4 3 2 جاهز؟ جاهز عمي بين النص طلع لي بين؟ ايه هون مبين مراد مسكين كمدو هيك مبين؟ لا انت بحرك انت شوي حرك حرك مشان ما يطلع المايك مو مشان قرب قرب انت تخول ايوه تخول ايوه هيك تمام الوضع؟ ايه شيل ايدك مشان نشوف اكثر بس خلص حبيبي هات تاخذ لحمه الله تمشي من نص الشارع طبيعي صور ماهر مش بشوفه اللي هو لابسين زين خلينا خليك من هون بتبلش ماشي؟ يلا يا برا تا تا رجع لتصير عند عمه بتركض هلا بتصور عند مصور بتشوف الماما بتركض يلا يا عمري يا روحي برا مكشي هلا بتخلص قرايب بتعمل هيك بس مو على الكاميرا طلع هيك هذا شيء يحكي طلع هيك يعني ايه بدي ايوه هدول روحوا هيك او ادخلوا بالتركي يلا طارق بس لا اعدل لك لانه لا يسكر سمير بتبعد هيك بهدوء بتقرب انت عليه بتقول له مستحيل تخلى عنك يا بابا بتقرب جنب إليف بتطلي انت فيه بيختم فيكم سمير هيك بالله بالزكى بتبعد لهم ماشي بتعمل له هيك لطارق فبيقرب يا رضا مستحيل تخلى عنك طارق ايدي بايده يا ربي لك خلص كرمان النبي يلا مستحيل تخلى عنك واقف الفجأة لا لك لا ورا ما تعيط كثير حبيبي يا رضا أنا محروم من الخلفة عملت المستحيل ما خليت دكتور ما خليت شيخ ما خليت عشبة ما هيك رب العالمين ما راضي طعمني ولما شفت ابنكم بالشارع هاد التعب بعد ما حكالي قصته حبيت صحيكم ونبهكم انه هي نعمة كبيرة اعطاكم اياها رب العالمين وانتم ما كنتم مقدرينها بالوقت اللي في ناس محرومة مستعدة تبيع اللي فوق أو اللي تحت حتى تحصل على ظفر ولد مثل ابنكم احمدوا ربكم بأنه وقع بإيد إنسان بيعرف الله لو كان واقع بإيد حدا تاني يمكن كنتوا خسرتوه للأبد ديروا بالكم عليه